عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكل مشاهدينا الكرام، نحييكم مباشرة من ملعب أحمد فانا من مدينة التجيرة وبداية قراءة الفتح لتشكيل فريق أولمبيك التجيرة. يدخل مرة اليوم يسعد سيدات بالأسماء التالية بالنسبة لحراسة المرمى محمد إيطار، بقية الأسماء تواجد أشرف الليش، أيوب بن عدي. بالنسبة لتشكيل الاتحاد الرياضي، يوسف المطيع على مستوى الحراسة، هناك نوفل كركاو، أيوب بوشطة، عبد الحق عسل، يوسف رياني، وسام المليوي. طل الوسط من جديد، محمد سعيد بوكسير يلعب الارتكاز، يعطيها بطريقة شميلة، فني على مستوى الجهة اليسرى لبحث عن الثاني المراوغة، فرصة لفائدة فريق أولمبيك التجيرة. في الخطورة في الخطورة، التمرير والإبعاد في الوقت المناسب من جانب دفاع. وفي الموسم كانت خطوة مهمة من جانب مكسب مسالف فريق أولمبيك التجيرة، يعني في ظل قلت الاستراتيجية الفريق، محاولة خطيرة خطيرة خطيرة. ماذا ضيع أيوب السراوي لنهاية موسم 2024، مهدي الديبي لنهاية موسم 2022، صوفيا الجزولي في 2022، كذلك نفس الأمر بالنسبة لمحمد سعيد بوكسير وعبد الرحيم أبركي. هذه ركيز، جول 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 جول، يفعل أولمبيك التجيرة في حدود الدقيقة 13. يباغت الدفاع ويباغت الحارس ويباغت الجميع بهدف، ويهدف هدف المباغتة، منح الهدف والأفضلية والأسبقية بالنسبة لفريق أولمبيك التجيرة بشكل جميل بالنسبة لفريق أولمبيك التجيرة والعام الكبير للسفيان الجازولي. السلك ناجم الشباب، أصبحت رفقة الفريق، هذه كرة خط الوسط، تمرير ذكية جميلة، فرصة أمامي، خروج الحارس، كانت فكرة ذكية، تمرير في اتجاه مروان زيلا، عبر من تمرير، كرة طويلة أمامية لاستقبال من سفيان الجازوري، مشى الجازوري خطير، أعطاها تمرير فرصة في الخطورة، خطيرة خطيرة خطيرة، ينزل يسدد سفيان الجازوري، لكن هذا المرة وجد يوسف المطاع، التيكي تاكا تتحرك من جنب عناصر أولمبيك التجيرة، بعيدة كانت الكرة الأخيرة، إسماعيل خافي كذلك لاعب المولودية الوسطية يعتذر لما تحدث عن كل تلك الأسماء، هذه كرة مقوصة. مشيت عملية الإبعاد بشكل سيء دائما لفريق الاتحاد الرياضي، خطيرة راسية فوق المرمى لم تستغل من جانب أسامة الملاوي من مدرسة الطاس. محمدي روب مرات وبعض المناطق اللي أعطت عديد الأسماء، هذه التسديدة رائعة كانت العملية، التسديد مرت جانبا عن مرمى الحارس محمد إيدار، اختار فرصة وتتاح بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي راحل هنا لاستقبال بهذا الشكل، تستغل المحاولة، يروح طريقة جميلة، فرصة تمرير تسديدة، رجعت لرضا مصدق، يمشي رضا، يتقدم رضا، يبحث رضا عن التمرير، تمكن من ذلك، محاولة تسديدة كانت من أسامة الملي، ولكن بين يدي الحارس مرة أخرى، تمرير مفتوح لفائدة من عبر سفيان الجازولي، يمشي سفيان، يتقدم سفيان، يبحث سفيان، مراوغة سفيان، سفيان اقتنص ركلة جزاء لفريق أولمبيك التجيرة، وهكذا قلت وهكذا تحدث عنه قبل قليل بأنه يريد المباغتة من خلال كونتر اتاك، من خلال الهجمات المرتدة السريعة، بالفعل نجم الجولة الأولى أيوب بن عدي هل يفعل بن عدي، هل يسجل الكابيتان وليفعل بن عدي المخضرم ويضيف هدف الثاني في اللحظات الأخيرة، بن عدي مشات وعدت بعيدة عن مرمى الحارس، يوسف مطيع يضيع ركلة جزاء في حدود الدقيقة 44، وحرمنا اليوم من جماهير أولمبيك التجيرة كما حرمنا من الجماهير المغربية في المباريات، هذه كرة خطيرة خطيرة خطيرة، لكن بعدها هاجم فريق أولمبيك التجيرة سفيان الجازولي من جديد بين يدي الحارس محمد إيدار، تذكر من حارس فريق أولمبيك التجيرة، طبيعي أنه الضغط الرماير وتنتظر ماذا سيقدم فريقها في مباراة قلت ربما مباراة الموسم، هذه مشات خطيرة، الحارس محمد إيدار، وشفنا هنا الحوار اللي كان في الأخطاء الأخيرة، حارس الطاس يوسف مطيع كان يدخل في اللقطة الأخيرة، يوسف مطيع تدخل جيد من يوسف مطيع، يحرب مال المقولة والمثل ينطبق بالنسبة لفريق أولمبيك التجيرة وكذلك الاتحاد الرياضي، هذه عرضية محاولة خطيرة بين الحارس بين يدي الحارس، ست الجولة 27 مع بعض المباريات المؤجلة،
كذلك ما ينساوش أن أولمبيك تشيرا عنده مباراة مؤشرة لذلك كل الحظوظ أمام الفريق السوسي من أجل المنافسة على ورقة الصعود. هذه خطيرة، جول 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 جول، أي هدف أي هدف وأي لمسة وأي محاولة من جانب اللاعب المميز الذي صنع التميز بطريقة رائعة من جانب لاعب أولمبيك تشيرا. لاحظنا التسديد أيوب المعموري لاعب أولمبيك تشيرا، لما أقول لكم أزرون تمازير تأسي بن نويان بحجر البلاد باش يبني الواحد بالفعل. الآن كرة ثابتة، هل تمنح الحل؟ هل تقلص ليقلص النتيجة فريق الاتحاد الرياضي؟ تسديدة فرصة خطيرة، جول 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 جول، هو التاس، هو التاس الذي لا يستسلم هدف بطريقة شميلة من مروان سيلا. هي مباريات القسم الثاني، هي القمة التي قلت لكم، القمة التي تحمل في طياتها ندية وأهداف، وهي تهدف بطريقة شميلة. سجل فريق أولمبيك تشيرا ورد فريق الاتحاد الرياضي بعد ذلك في حدود تقريبا دقيقة 55. ممكن يقوم اللاعبين رفعوا من معنوياتهم، محاولة خطيرة 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 خطيرة، جول 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 جول. أنا الطاس الذي لا استسلم، أنا الطاس الذي لا استسلم الهدف، ويهدف من أيوب الساراوي. سجل لهم الهدف، سجل لهم الهدف الثاني بطريقة جميلة، بطريقة جميلة. افعل ما شاء في دفاع فريق أولمبيك تشيرا، ونشوف خطيرة. ماذا يقول الحكم؟ تحت متري وسائل السيدات، سنتابع وسنتفاعل معه وسنعيش حضارة الكرة في الجهة اليمنى. أولمبيك تشيرا عرضية خطيرة مشات لفايدة من اللي بعد مشات بدفاع. الحدود ستبقى قائمة لكل طرف، تبعد الكرة، تغطية من جانب الدفاع المرة الأولى والثانية. ماذا يحدث لدفاع أولمبيك تشيرا؟ تسديدة عرضية تمشي جانبية، هي الأخطاء، هي الأخطاء التي تظهر في دفاع فريق أولمبيك تشيرا. تحسب أنه الفريق الآن